التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بعد التهنية لأبو رويس الذي فاز في أشواط صباح في أول أشواط صباحي هذا اليوم مع الشاهينية، وهذه انطلاقة أخرى في انطلاقة ثنايا أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. هناك المشاركة مفتوحة لأبناء القبائل، وهذا الشوط الثاني بالنسبة للثنايا ينطلق حاملا كذلك في طياته تحدياتي هذا الصباح بميدان الإهباب، أحد فروع وأحد تحفة الميادين في دبي بهذه الانطلاقات بإشراف نادي دبي لسباقات الهجن على هذه الميادين وهذه الانطلاقات الجميلة. نتقدم إلى مياسة سعيد بن عبيد بالضبيعة الكتبي الذي يقدم مياسة، وهي على رأس حربة هذا الشوط تتصدر المجموعة على المركز الأول. المركز الثاني هناك من الجانب الآخر رقم 5 مشكور يا علي غزلان 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 حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي يقدم غزلان، بينما المركز الثالث هذه هي أفكار تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة يتولى عملية التضمير، بينما المركز الرابع وصلت فيه وتقدمت شواهين. هنا شواهين علي بن عبيد بن بخيت بن رشيد الكتبي يقدم في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء المركز الرابع. اما المركز الخامس فتواجدت فيه جوده يودع على المركز الخامس عبيد بن محمد بالضبيعه الذي يقدم يوده الذي تنطلق في هذه اللحظات. هذه الخمس المراكز وندانا الأول الأربعة كيلومترات مسافة جميلة ورائعة في بداية الموسم لهذا السن لسن الكبار كذلك. شوف التأني وشوف الانطلاق الذاتي من الجميع بدون أي توامر ليستخدموا الكيلو المتر الأخير وطاقة المشاركات في هذا الشوط وفي هذا التحدي الشيق والجميل. في شوطنا الثاني كوكبة من البكار، 6 بكار في موقع واحد، ولكن تتقدم غزلان الميدان على رأس حربة هذا الشوط. ياتي حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي الذي يقدم غزلان على المركز الأول، وهي تتربع على عرش المقدمة. تقدمت أفكار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة من أحد خبراء التضمير يقودها في التضمير ويقدم هذه الانطلاقات. المركز الثالث تواجدت في مناورة ووصلت مناورة لتقدم مناورتي هذا الشوط محمد بن علي بن راشد الكتبي على المركز الثالث. والمركز الرابع هذه تواجدت شواهين لعلي بن عبيد بن رشيد الذي تنطلق في هذه اللحظات على المركز الرابع. وخامس المراكز تواجد لجو يودة بقول عبيد بن محمد بالضبيعة الكتبي. هذه الخمس المراكز ومع لوحة الاثنين كيلومتر مشاهدينا متابعينا الكرام انتصفت المسافة، انتصفت الأربعة كيلومترات غضينا منهم كيلومترين انقضت وبدت الكيلومترين الأخيرة الأمور في هدوء، الشوط في هدوء، ولكن ترقبوا هناك إصدار الأوامر وترقبوا التحديات. شوف طلوع الشمس في هذا الصباح، أشرقت شمسي صباح يوم السبت في هذا التحدي وعلى أرضية ميدان الإهباب في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات الرائعة والجميلة. شوف الكوكبة ولا زالت الشاهين غزلان تتقدم هذه الكوكبة من الثنايا في هذا المنطلق وفي هذا التحدي الجميل والرائع. شوف التنافس وشوف التحدي في أرضية هذا الميدان. بدأت مشاهدين الأعزاء أفكار تقدم الأفكار النيرة والجميلة، يا السلام أفكار مملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة مطر بن محمد بالضبيعة في عملية تضميرها وإدارتها والمتابعة مسايرها في هذا الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم في شواهين علي بن عبيد بن رشيد على المركز الثاني. 1200 مشاهدين الأعزاء لوحة الإعلان الرسمي في هذه الانطلاقات وهذه
التحديات الجميلة، بدأت الأمور، بدأ التحرك، بدأ الرقص، بدأت السرعة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الكيلو، الكيلو المتر الأخير، الأخير والخطير في مسار الثنايا، في تحديات الثنايا الجميلة والرائعة ما بين المراكز الأولى. لا زالت أفكار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على مقدمة الشوط، مطر بن محمد بضبيع يديرها في التضمير بينما التحرك والتسلل من قبل شواهين، علي بن عبيد بن رشيد يتقدم أبو عبد الله إلى المركز الأول، إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا التحدي بهذا الاندفاع. يا سلام، ما صدرت الأوامر، وصلنا إلى 600 متر، يا سلام جولة الأوامر، جولة الأوامر في التحديات، وهناك انطلقت شواهين، شواهين علي بن عبيد بن رشيد الكتبي يقدم شواهين، يقدم شواهين في هذا المنطلق وفي هذا الاندفاع. يا سلام، المركز الثاني أفكار لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وصلت يودة، يودة عبيد بن محمد بالضبيعة يقدم يودة، ولكن هناك أيضا عادت مياسة مرة ثانية اللي كانت في البداية، في بداية الانطلاق وهي في المركز الأول. يا سلام، مياسة سعيد بن عبيد بالضبيعة، ولكن لا زالت شواهين علي بن عبيد بن رشيد، شواهين مسيطرة، مجموعة شواهين، تهانينا علي بن عبيد بن رشيد على فوز شواهين وانتزاع شواهين ناموس هذا الشوط الجميل، تهانينا علي بن عبيد بن رشيد على فوز شواهين بالمركز الأول. المركز الثاني مياس سعيد بن عبيد بالضبيعة، والمركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه يودة لعبيد بن محمد بالضبيعة. هكذا مشاهدينا الأعزاء النتيجة للأربع المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. أعود إلى التوقيت الزمني، 6:44 التوقيت الزمني لمسار شوطنا الثاني في أشواط الثنايا. تهانينا وناموس لعلي بن عبيد بن رشيد على فوز شواهين بالمركز الأول في هذا الشوط الجميل.